اسمح لي أقول في دقيقة واحدة لأن أنا عارف وقت البرنامج يمكن قرب يخلص. دكتورة كانت جميلة في كنيستنا الإنجلية في مصر الجديدة اسمها الدكتورة مادلين النخيلي، كان عندها فشل كلوي، تروح تعمل غسيل. الست دي ايه في السماء الوقت، كانت عظيمة بكل معنى الكلمة. كل مرة تقول يا أسيس عزت، أنا كل مرة يدخلوا الإبرة أفتكر المسامير وهي داخلة في إيدين يسوع، وقول كل ده علشاني، وتروح تعمل الغسيل. في كل مرة تدور تكرز وتبشر لكل الناس اللي موجودين في المستشفى، والرب استخدم مرضها وكانت بركة لناس متألمة كتير جدا، وسبب تشجيع وسبب بركة بشكل غير عادي. يا ربي في ضعفها في مرضها، لكن الرب استخدمها وتمجد بيها وتمجد فيها.